فاطمة بن عبو الملقبة بفيروز تمردت على واقع مرير فرضه الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري، فقررت ذات يوم من سنة 1956 الصعود إلى الجبال إيمالا منها أن الثورة تحتاج لرجالها ونسائها. كانوا شاكين فينا النصارى، كل شيء من أبويا كان حكي لنا وأنا قلبي يبغي الثورة، كيف بلادنا هكذا، وأنا كنت صغيرة دخل هذاك حب الوطن في قلبي. كما قلت لك نهار الصباح من الصبح بويا ما جاش، كان شو بخير حنا نحبسوا عليه وين راه داو العسكر نزلت الحقد، من بعد ماشي حقد هكذا يفوي سيستم دو فواغ يفو فيها كيك شانس. جا الخيط الاول اتصال الاول الزوج الثالث حتى معايا، كان عمري 17 15 صغيرة كسر. بانضمامها إلى صفوف جيش التحرير الوطني تلقت تكويناً في أبجدية التمريض لتكون ملاكاً رحيماً يداوي المرضى ويسعف الجرحى متحدية كل المخاطر والصعاب. هي بنتي هذه طلعت من تيارت وحنا مستغالين الجبال هذوك في بني شقران وسجل على هذه حطنا في مركز الماكينة، كان واحد الطبيب تمنا وكل شيء كان يعلم فيها تعلموا في السوا، وكان السبيطار نروحوا السبيطار ودي طونزون طون نروحوا لاكومباني خاصك دوار نعطوه نهضروا معاه نشوف لكم شنو هنا كاش حاجه كيما هكا، ومن بعد نقعدوا معاه يومين ثلاثة ومن بعد نرجع لازال بيسيزونال. فيروز بطلة من بطلة الجزائر ورمز من رموز نسائية عديدة خلدت أسماءها في سجل من صنعوا استقلال الجزائر.